بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم. محاضرتنا لهذا اليوم هي المحاضرة الثالثة من الفصل الخامس Citruses in Beam. سنتناول في هذه المحاضرة أمثلة إضافية حول إجهاد الانحناء Bending Citruses أو Flectural Citruses. المثال السادس: وودن بيم يملك من العرض 150 مليم والارتفاع 300 مليم، تم تحميله بالكيفية الواضحة أمامنا. If the maximum flexure stress is 8 ميجا نيوتن على المتر المربع، قل لي هذا بيم مصنوع من الخشب، العرض مالته 150، ارتفاع 300، وضع بهذه الكيفية ووضعت عليه نوعان من الأحمال، واحدة concentrated load قيمته P وحمل موزع بين نقطة C و D قيمته W. إذن الأحمال المسلطة على هذا البيم أحمال مجهولة. المطلوب شنو؟ قال لي إذا كان هذا البيم يتحمل أكبر إجهاد انحناء maximum flexural stress هو 8 ميجا نيوتن على المتر المربع، قد قيمة الأحمال اللي أقدر أخليها على هذا البيم بحيث ما يتجاوز هذه القيمة؟ أباول شرط المسألة flexural stresses. flexural stresses سيجما معناتها قانونه M Y over I. إذن أنا واجب علي أنه أحصل مفردات هذا القانون. الإجهاد موجود، الM إذن لازم أروح أدور بهذا البيم وين ماكسيمم M موجود حتى أجي أخليه بالقانون، وال Y وال I هي بروبرتي مقطع والمقطع موجود كامل. إذن أهم معضلة في هذا السؤال هو إيجاد أكبر قيمة عزم مسلطة على البيم، للعلم أنه كل القيم سوف نستحصلها بدلالة البي والدبليو لأن الأحمال غير معلومة. نأتي الآن نعمل free body diagram إلى الشكل ونجد منه reaction الأول والreaction الثاني بمعادلات التوازن summation moment summation of y، ونقوم برسم shear force diagram والبيندنج مومنت دايجرام بأحدى الطريقتين التي تعلمناها في الفصل الثاني في رسم الشير والمومنت دايجرام. ننظر في هذا السؤال أن قيمة الرياكشن هي بدلالة البي والدبليو في الحالتين R1 و R2. نعمل بدلالة المجهول لا على التعيين، يعني قال لي قيمة الرياكشن بي اوفر 2 ماينس دبليو اوفر ار، خلينا نقول وليكن هذا هو مكان البي اوفر 2 ماينس دبليو اوفر ار. الى حد بي ما عندنا احمال، فاذا هو راح يبقى كونستنت وصولا الى هذه النقطة. وصلنا الى هاي النقطة لقينا ماينس بي، بي للاسفل ماينس بي، اذا هذا المقدار راح ينطرح من عنده ماينس بي ماينس P. إيش راح تصبح المعادلة؟ راح تصبح المعادلة إنه 3 B over 2 minus W minus B over 2 plus W over 3. يسأل سائل هاي شون صارت؟ هاي القيمة اللي هي هاي القيمة عندك P over 2 minus W over 3 minus P minus P راح يصير P over 2 minus P هي minus P over 2 وهذه minus W over 3. إذن نخرج الماينس خارج قوس ونقول P over 2 plus W over 3. إذن هي فد مقدار بالسالب، فد مقدار بالسالب لا على التعيين، ننزل إلى فد مكان من B إلى C ما عندنا أحمال، إذن هو راح يبقى ثابت وصولا إلى هاي النقطة قيمته minus P over 2 plus W over 3.
لقينا بهاي النقطة رياكشن للأعلى، إذا قيمة موجبة قيمتها P over 2 plus 7W over 3. إذا هذا المقدار راح يجي مقدار إضافي نقول زائد P over 2 plus 7W over 3. زين P over 2 minus P over 2 صفر. عندك 7W over 3 minus W over 3 بعد تصفيتها رح تصير 2W. إذا ورا ما نجمع ويا الرياكشن رح يطلع الناتج 2W وهو قيمة موجبة. إذا رح نصعد إلى فد مكان لا على التعيين باعتبار ما عدت قيمة W، وصلنا إلى هاي النقطة. عد هنا أحمال يونيفورم درجة معادلة من درجة صفر، إذا راح يكون عندي شير درجة أولى، شير درجة أولى، زين 2W. حتى أحسب الشير هنا أضيف ويا الحمل اللي هو شقد ماينس W في 2 باعتبار الأحمال للأسفل، فماينس W في 2 بلس 2W راح يصير صفر، إذا راح يرجع إلى نقطة الصفر. إذا صار عندي رسم شير، هذا هسه حاليا ما يهمني القيم مالته، لان انا اللي يهمني هو البندنج مومنت. اذا نكمل الرسم، العزم في نقطة A صفر، العزم في نقطة B راح يساوي لي صفر زائدا مساحة الشير اللي هي P over 2 minus W over 3 في 3، فراح تصير 3 B على 2 minus W. قيمة العزم بهاي النقطة هذا كونستنت، إذن هذا خط مستقيم. وصلنا إلى هنا، العزم في هذه النقطة هو العزم في هذه النقطة زائد مساحة الشير، مساحة الشير ماينس P over 2 plus W over 3 في 3، هذا المستطيل، هذا بالسالب وهذا بالموجب. عندما نجمعهم ونصف المعادلة راح يطلع ماينس 2W، وأيضا هذا خط مستقيم لأن هذا كونستنت. وصلنا إلى هاي النقطة، حتى أطلع العزم في هاي النقطة راح يصير هذا العزم زائدا هاي المساحة اللي هي نصف القاعدة في الارتفاع، يعني نصف الاثنين في الاثنين W اثنين W، وهنا عندي ماينص اثنين W إذا صفر. ولا ننسى هذا متناقص بالموجب، راح يصير متناقص بالموجب من الدرجة الثانية، هو رسم المومنت. إذا صفع عندي البندنج مومنت دايجرام هذا الشكل. الآن أنت كطالب لو خيرت بين هذه القيمتين، أريد واحدة من عندهم هسه الماكسيموم، لأن أنا هاي الرسم كله على مود ألية القيمة الماكسيموم، فصار أمامي خيارين، إما 3 بي على 2 ماينس دبليو أو ماينس 2 دبليو. هسه بغض النظر عن الإشارة احنا اتفقنا أنه العزم يأخذ مطلق بغض النظر عن الإشارة. هل الـ 2W أكبر من 3B على 2 ناقص W أم العكس، هذه القيمة هي أكبر من الـ 2W؟ الآن إحنا بما أنه مجهولة قيمة الـ B والـ W، يعني ما تكهنان بهاي القيمة هل هي الأكبر أو هاي الأكبر، وعليه يجب أن نأخذ القيمتين على حدة. مرة نقول هاي القيمة الأكبر، ومرة نقول لا هاي القيمة الأكبر، فنطبق المعادلة مال الفلكتشرال ستريسز مرتين، مرة لهذه القيمة ومرة لهذه القيمة، فراح يكون كالآتي. نلقى مومنت اوف انيرشي، نخلص من عنده بي اتش كيوب على 12، لقينا الواي لا ننسى هو اتش اوفر 2، بما انه الارتفاع 300 اذا الواي حيصير 150. المومنت الآن نجي إلى تطبيق المومنت، أعظم إجهاد معطيني بالسؤال اللي هو 8. هسه هنا الوحدات تدير بالك عليها، تختار أي وحدات تناسبك. هنا تم اختيار الوحدات، ضربنا 8 في 10 أس 6 بما أنه ميجا باسكال، إذن حولناه نيوتن متر، ونجي باقي التفاصيل أو نيوتن مليمتر، باقي التفاصيل نوحدها وفق الوحدات اللي انت اختاريتها. عندك إجهاد
عندك العزم الأول اللي هو الاثنين W، بس الإشارة مالته مفيد مهمة بس على مود الإشارة توجهك إلى الطبقات الشد وطبقات الضغط. على العموم 2W هذا العزم الأول اللي رصدناه، والواي 150 والمومنت اوف انرشيا انحسب، فمن هنا راح تطلع قيمة W بهذا الشكل. نطبق المعادلة مارتلوف، وهالمرة راح نخلي العزم هو القيمة الثانية المحتملة 3B على 2 ماينس W، والواي والمومنت اوف انرشيا هو نفسه. هنا بما انه طبقناه بالمكانين، فمن هذا التطبيق الاول W يطلع مباشر، ونجي نعوضه في هاي المعادلة، نعوضه في هذه المعادلة راح تكون قيمة البي 18 كيلو نيوتن. اذا هاي هي القيمتين اللي تجعل الفلكتشرال ستريسز ما يتجاوز 8 ميجا نيوتن المتر المربع. نعم، السؤال آخر. انطاني مقطع T section أبعاده مثل ما موضح أمامنا، وهذا المقطع متعرض إلى عزم 4 كيبس لكل فوت. ننتبه هنا ما اعطاني شكل البيم وعليه أحمال، اعطاني العزم جاهز، فإذا أنا أتقيد بالعزم المعطى بعد ما أحتاج أنه بيم وأرسم شير ومومنت دايجرام وألقى وين الماكسيمم. خلصني من هذا الموضوع، اعطاني مباشرة أنه هذا المقطع متعرض إلى عزم مقداره 4 كيبس فوت. إذن المطلوب شنو؟ أولا The location of the neutral axis of the cross section. ثانيا The moment of inertia with respect to the neutral axis. وأخيرا The maximum tensile stresses and maximum compressive stresses on the cross section. طلاب ننتبه بهذا السؤال، إن المطلب الأول والمطلب الثاني هذا واجب. يعني أنا هسه لنفرض أنه المطلب بس قال لي determine the maximum stress, tensile stresses and compressive stresses، بس هذا المطلب كان. أنت على مود توصل إني لازم تعرف موقع النيوترال أكسس، ولازم تعرف موقع أو قيمة المومنت أوف إنيرشيا، فهذني يطلبهن ما يطلبهن أنت في كل الأحوال لازم تمر بيهن. إذن خلي نقول مطلبنا الرئيسي هو إيجاد إجهادات الشد وإجهادات الضغط اللي إذا يتعرض لهن هذا المقطع من عزم مقداره 4 كيبس على الفوت. قبل أن ندخل بتفاصيل الحل ننظر إلى اتجاه العزم. طبعا هذا عزم موجب، حسب ما نشوف أنه أكو طبقات اللي بالأعلى تتعرض إلى ضغط، والطبقات اللي بالأسفل تتعرض إلى شد. فمبدئيا أنه إجهاد الشد راح يكون بالطبقات السفلى، وإجهاد الضغط راح يكون بالطبقات العليا. بقى بس لازم نعرف موقع النيوترال أكسس على مود نخلي توزيع الإجهادات عليه. إذن مثل ما تعلمنا بالميكانيك الهندسي، لإيجاد النيوترال أكسس لمقطع نطبق المعادلة Y bar summation AI YI summation II، بعد أن نختار فد محور نأخذ العزوم عليه، إما محور من الأعلى أو محور من الأسفل، انت بكيفك بعد شنو القيمة اللي اخذتها. في هذا السؤال تم اخذ البوتوم فايبر كمرجع في حساب النيوترال اكسس. انا افضل انه انت ترجع على مود تشوف نفسك يعني شلون تطبق هاي المعادلة، ارجع لتاخذ الوايبر من الاسفل، اخذ الوايبر من الاعلى، اخذ الوايبر من الأعلى. المفروض من تحسب الواي بار المفروض يطلع لك القيمة مالته 2، لأن هسه احنا هنا من حسبناه طلعت 4 هو كله 6، إذا اللي ياخذه من فوق لازم يطلع له القيمة 2. أنا أفضل تعيدوها وتشوفوا فعلا يطلع عندك 2 إذا من الأعلى. على العموم حسبنا بعد أن قسمنا الشكل إلى مساحتين مستطيلة
المساحة الأولى 5 في 1 والمساحة الثانية أيضا 5 في 1، ولكن كل واحدة بعد السنترويد عن الطبقة اللي أنت ماخذها تشوفها. يعني مثلا المساحة الأولى 5 في 1 في بعد النيوترال أكسس مالتها هو 5.5، لأن هو كلية 6 ونص الواحد نانا نص انطيرة من الستة راح يبقى 5.5. المساحة الثانية 5 في 1 ونصها 2.5، فإذا هذا السنترويد مالتها 2.5 على مجموع المساحتين، إذا طلع عندي الواي بار 4. إذا هذا هو موقع النيوترال أكسس لهذا البيم. نعم، نجي هسه في حساب مومنت اوف انيرشيا. حساب المومنت اوف انيرشيا ايش راح نحسب؟ راح نحسب المومنت اوف انيرشيا لكل قطعة حول السنتر مالتها وننقلها للنيوترال اكسس، كل قطعة حول السنتر مالتها وننقلها للنيوترال اكسس. لنفرض اجينا على هاي القطعة، مومنت اوف انيرشيا بي اتش كيوب، يعني 5 في 1 تكعيب على 12، صار المومنت اوف انيرشيا حول هاي النقطة، حول نقطة سي 1. زين، انا هسه انقل منا الى هنا، ايش قد هاي المسافة؟ كود نحسبها. زين، اذا انت عندك الواي بار اللي وصلك لهنا 4 ومنا لهنا صار 2، منا لهنا 2 كلها 2، هاي منا لهنا طير منها نص، ايش قد يبقى؟ 1.5. اذا الذراع اللي ينقل لي المومنت اوف انيرشيا من هاي النقطة لهاي النقطة 1.5، اذا راح يصير المساحة في 1.5 تربيع. المساحة الثانية بي 1 الاتش 5، اذا صار 1 في 5 تكعيب على 12، زائد المساحة في مربع البعد. اريد احسب المسافة منا لهنا، هاي منا لهنا 4 ومنا لهنا 2.5، اذا 4 ناقص 2.5 راح تكون هي الذراع اللي ينقل لي المومنت اوف انيرشيا للنيوترال اكسس. نحسب المومنت اوف انيرشيا في هذا السؤال. اذا هسه عندي مومنت اوف انيرشيا جهز، المومنت هو منطيني اياه، يبقى بس مجرد احسب الاجهاد. ننتبه في هذا السؤال، هنا المقطع غير متناظر، اذا اجهاد الضغط يختلف عن اجهاد الشد. يعني هذا هو الموقع نيوترال اكسس، فالاكستريم فايبر اللي هي هذه الطبقه وهذه الطبقه ايش قد يبتعدن بالنسبه للطبقه اللي بالاسفل؟ ايش قد الواي مالتها؟ واي بار يعني 4، بينما هذه الطبقه عن النيوترال اكسس ايش قد الواي بار مالتها؟ 2. لا ننسى هاي الطبقه راح يصير بها كومبريشن وهاي الطبقه راح يصير بها شد. هسه نجي نطبق القانون. اذا سيجما تنشن اللي هو بالاسفل راح يصير شي يساوي العزم المعطى، هسه نجي بعدين على هاي تحويل الوحدات، العزم المعطى 4، الواي 4 للطبقه الاسفل من نيوترال اكسس للاسفل 4، والمومنت اوف انيرشيا استونا حسبنا المومنت اوف انيرشيا. هذه هي تحويل وحدات، يعني انا عندي الاربعه بالانج، المومنت اوف انيرشيا بالانج، المومنت كيبس فوت، فعلى مود احول الفوت الى الانج راح اضربه ب 12 باعتبار ان الفوت 12 انج. فاذا هذا الكيبس عفته وحولت باقي الوحدات للانج وحدتهم كلهن انج، اذا صار عندي 4 في 12 تحول من كيبس فوت الى كيبس انج، وهاي هي 4 انج وهذا بالانج اس 4، هذا بالانج اس 4. فحسبنا اجهاد الشد، نرجع الى اجهاد الضغط. اجهاد الضغط العزم نفسه هالمرة من النيوترال اكسس للطبقة بالاعلى ايش قد قلنا؟ ما تبقى من المسافة اللي هي 2، والمومنت اوف انيرشيا اللي هو
33.3. إذا صار عندي إجهاد ضغط، أعظم إجهاد ضغط بالإكستريم فايبر بالطبقة اللي بالأسفل 5.76 KSI كيبس بير سكوير إنش، وإجهاد ضغط بالإكستريم فايبر بالطبقة اللي بالأعلى 2.88. الآن نجي حتى نحسب هسه، لو قال لك بس الضغط هذا، هسه الضغط انتهينا من عنده، راد اجهاد الشد واجهاد الضغط. لنفرض يريد قوة الشد وقوة الضغط، يعني السؤال بعد مدده اكثر، انه ما اكتفى بقيمة الاجهادات، لا انا اريد القوة المسببة لهذا الاجهاد والقوة الضغط المسببة لهذا الاجهاد. خلينا نشوف شلون نحسبها. نانجي، هذه هي قوة الضغط وهذه هي قوة الشد، والمسافة اللي بيناتهم دي. خلينا نشوف هاي شلون توزعت على المقطع وهذه شلون توزعت على المقطع. نجي الآن، قلنا احنا بإمكاننا ان نوزع الإجهادات، هذا النيوترال اكسس قلنا اللي يبتعد 4، اما نوزع خط مستمر يصير بهذا الشكل، او اذا تحب اثنينهن بنفس الاتجاه ماكو مشكلة، المهم هاي اتجاه كومبريشن وهذا اتجاه التنشن. ننتبه هنا الى نقطة كلش مهمة، انه من النيوترال اكسس للاسفل ما عندي مشكلة، لان المساحة مال المقطع هي مساحة واحدة. خلينا نرجع نشوفها، من النيوترال اكسس للاسفل توزع مثلث، اجهاد توزع مثلث والمساحة مستطيل، ما عندي بيها مشكلة. وين مشكلتي؟ مشكلتي فوق، من توزع مثلث هنا، توزع مثلث اجهاد الضغط، شوف وين انتشر، انتشر على مساحتين اللي هن شكلهن شنو؟ تي سكشن، هاي المساحة اللي انتشر عليها اجهاد الضغط. خلينا ننتبه شلون نتعامل ويا هاي، لازم هسه افصله، هذا اجهاد الضغط افصله، اجهاد الضغط لهاي النقطة، لهاي النقطة احسب على مود عندي مستطيل، وما تبقى انشره على هذا المستطيل. خلينا نجي نشوف شلون راح نتعامل ويا هاي المسألة. فاجينا هذا موزع بهذا الشكل، فحتى نوصل للحافة مال الفلنجة عندي هذا مثلث، قلنا احنا وين لهنا نوقف، راح يتوزع على المستطيل الاول لهنا نوقف، وبعدين نستمر، فهنا شلون شكله صار الضغط، شلون شكله على هذه الفوق، صار شبه منحرف، هاي كود ننتبه له. اذا صار عندي هذا الاجهاد الاول واللي راح يقابله مساحة الويب، جزء الويب راح يقابله مساحة الويب اللي هي فقط هذه المساحة، فقط هذه المساحة منها لهنا، والشبه منحرف راح يقابله هذه المساحة. فراح نجي الأفون، هاي الأفون شو يساوي؟ نحسب الإجهاد بهاي النقطة نسبة تناسب، عندي هذه إلى هذه كنسبة هذه إلى هذه، بما أنه هذه 2.88، هاي 2 إلى 2.88، 1 إلى، إذن بالنص راح يتنصف بالضبط، إذن هاي قيمتها النقطة 1.44. إذا صار عندي مثلث رأسه 1.44، لا ننسى حتى أحسب الفورس، بما أنه شكل مثلث إذا نأخذ جيد نص الإجهاد، إذا نص هذا الإجهاد يقابل منه المساحة اللي قباله، المساحة اللي قباله هي 1 في 1، إذا نقول شلون هالواحد في واحد، هسه نجيها لهنا، عندي هذه كلها 5 وعندي الواي بار 4، إذا ايش قد تبقت المسافة منها لهنا؟ 1، هذا عرضه 1،
إذن هاي المساحة منا لهنا هي واحد في واحد. إذن هذا هسه C1 خلصنا منه، لأن شكله مثلث إذن هو نص جهاد، نص جهاد لأن شكله مثلث، والمساحة اللي دي يشتغل عليها حصته من المساحة هي واحد في واحد. نجي نكمل، عندي هذا شبه منحرف بقى دا يشتغل على مساحة الفلنجة اللي هي 5 في 1 مساحة الفلنجة. هذا شبه المنحرف راح أقسمه إلى قسمين، قسم مستطيل وقسم مثلث. هسه نجي القسم المستطيل اللي هو سميناه 2، إذا راح يصير حصته هي F2. هسه نجي من نريد نحسب ال F2، طبعا هي هاش قد الحصة مالته 1.44 منا لهنا 1.44. إذا عندي مستطيل إجهاد مستطيل قيمته 1.44 دي يشتغل على مساحة 5 في 1 دي يشتغل على هاي المساحة على كل الفلنجة. زين نجي هسه ل F2، هنا مستطيل في إجهاد كامل لو نص إجهاد كامل، مو مثل هذا، هذا كان مثلث فأخذنا نص إجهاد وضربناه بالمساحة مالته، بينما الاثنين إجهاد مستطيل فهو إجهاد كامل ماكو داعي أضربه في نص، راح أقول له 1.44 في المساحة اللي دا يشتغل عليها اللي هي 5 في 1. نجي إلى الأخير مثلث، الأخير مثلث وأيضا دا يشتغل على نفس المساحة اللي دا يشتغل عليها 2، يعني هي 5 في 1، بس هذا إجهاد شبيه إجهاد مثلث، إذن هو شنو؟ نص. فتشوف أنه للقوة الثالثة راح يكون نص الإجهاد ده يشتغل على المساحة 5 في 1. إذن هذه كلش مهمة أنه ننتبه لها، قسمنا لحد الحد الفاصل ما بين الفلنجة والويب هاي القطعة، والقطعة الثانية لأن شبه منحرف فقطعناها 2 اللي هن اشتغلن على مساحة الفلنجة، صار عندك 3 قوى، هذن الثلاث قوى محصلتهن ولكن موقع المحصلة راح نسوي بالتوازن، كلش بسيط انه ناخذ المحصلة ذراعها عن اي حد لأي حافة، ناخذ عزم القوى هاي مجموعهن هو المحصلة، فنجي ناخذ المحصلة نقول يا أبا هاي المحصلة تبتعد فد مسافة معينة، تبتعد فد مسافة معينة، طبعا بعدين نجد هذن كل معلومات المسافات مالتهم، سواء حد يقول لي شلون هذن معلومات، نجي هذا مو مثلث اللي هنا، نجي هذا مو مثلث، موقع هاي القوة بالثلث مالتها من الأعلى، إذا بعده عن هذه الحافة شقد؟ 2/3. هذا مستطيل بالوسط يعني نص ومنها واحد، فصار عندي 1.5 من هذا المكان إلى هذا المكان. هذا مثلث، المثلث موقع المحصلة بي وين؟ بالثلث من القاعدة، ثلث من القاعدة يعني منا أنا ثلث، ما تبقى ثلثين وهاي 1 فواحد وثلثين، هاي إذا بدنا نحكي إحنا حساباتنا عن النيوترال أكسس، فإذا هاي المكانات الثلاثة حسبناها، هذا ثلثين عن النيوترال أكسس وهذا 1.5 وهذا 1/3 يعني 1.67، إذا هاي عن النيوترال أكسس عرفناهن. المحصلة إذا تريد تعرف موقعها، إذا تريد تعرف موقع المحصلة نقول يا أبا هاي موقع المحصلة مثلا تبتعد عن النيوترال أكسس X أو Y، فتأخذ عزم المركبات يساوي عزم المحصلة، ميكانيك هندسي عادي، فإذا راح تلقى قيمة الواي بالمحصلة، ورا ما لقيت قيمة المحصلة وذراع المحصلة اللي مثل لي هذن كلهن، صار عندي هاي القوة تبتعد 1.5 عن النيوترال أكسس، هاي القوة قبل احنا نعرفها اللي هي ثلث عن القاعدة، إذن ثلثين عن هاي الحافة، ثلثين إلى 4 هي عندنا كانت 4، فثلثين إلى 4 راح يطلع 2.6،
7 هذه إذن قوة الضغط، هاي قوة الشد. تريد تتأكد حلك صحيح إنه هذا قوتين متعاكسة، يعني يسوون عزم، والذراع مالتهن هو كل المسافة بيناتهن. إذن إذا تضرب أي واحدة من ذن القوى اللي هن متساوية، أي واحدة من ذن القوى يعني 11.52، إذا تضربها في هاي المسافة كلها المفروض إيش يطلع لي؟ يطلع لي العزم المسلط على المقطع. طبعا هاي طريقة حساب ذراع المحصلة اللي هو باستخدام عزم المركبات يساوي عزم المحصلة حول فد نقطة معينة اللي هي كانت نيوترال اكسس، فطلع 1.5. قيمة الضغط والشد لازم يساوي 11.52 على مود نتأكد انه حلنا صحيح. راح نجي نضرب واحدة من القوى اللي هو tensile force or compressive force في المسافة الكلية بيناتهم، راح يطلع عندي مقدار العزم كيبس انج وقسمه على 12 على مود نحاول افوت، راح يطلع هو نفس العزم اللي سلطناه على المقطع. وبهذا تنتهي محاضرتنا الثانية، وشكرا.